كيف تصبح ثريا في 7 أيام؟ والله العظيم هذه الجملة من الممكن أن تجلب لي مشاهدات وإعجابات لن ولم أحظى بها منذ بداية هذه القناة، ولكن هذا يسمى تجارة الوهم، تماما مثل كتب التنمية البشرية وفيديوهات تفسير الأحلام أو إعلانات الفحول الجنسية وأدوات التخسيس وأدوية التخسيس والتنحيف. فكتب التنمية مثلا هي تجارة قديمة تبيعنا الوهم بابتسامة عريضة ومسحة من الرضا الساذج، كما يقول نعوم تشومسكي: باختيار منا يمكننا أن نعيش في عالم من الوهم المريح. وهذا ما قد يختاره البعض منا، الهروب من الواقع. تصور لنا الحياة كعالم وردي جميل، وكل مشاكلنا من التوتر وعدم الثقة بالنفس إلى الفقر والفقد هي مشكلات هينة تتخطاها بمجرد التركيز على شيء آخر. أو كما يشرح كتاب السر على سبيل المثال: بجذب فكرة سعيدة بدلا من الانشغال بفكرة أخرى عابسة وكئيبة، أو أن تحقق أرباحا طائلة بمجرد تمددك على فراشك وتخيل نفسك تسبح بين الأموال الطائلة، كما في كتب أخرى تبيعك وهم الثراء في 7 أيام أو حتى 10، وبعضهم الحين 3 أيام. بالمختصر المفيد يا جماعة: السماء لا تمطر ذهبا ولو كان التحفيز المؤقت يفيد، لرجع الحق الضائع منذ 1948 لأصحابه. ولكم حرية الفهم، اللهم إني صائم.